بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ جميع الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعالوا بنا لنشرح صدورنا وتملأ قلوبنا الذي يطلع علينا وعلى ما سمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي. فضيلة القارئ الحاج العزب سالم العزب القارئ والمقيم بمركز ومدينة بركد السبع بمحافظة المنوفية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون لا أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله عما يشركون.
الهدى يسبح له ما في السماء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لعبرة لمن يخشى. فعسكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إن في ذلك
رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أخرج منها ماءها ومرعيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب القرآن الكريم والذي تلاها علينا وعلى ما سمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ والمقيم بمركز ومدينة بركض السبع بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الحاج العزب سالم العزب كما نذكر حضرات الساده الافاضل
عبر موجات إذاعتنا الصوتية والإدارة الكهربائية إدارة محمود الطحانة المقيم بهذه البلدة باشتراك مع قصر من قصور الضيافة المتنقلة لصاحبها أحمد سمير المقيم بقفر سيفلف الجديد. نتفضل بخالص العزاء لروح الفقيد أن يدخلها فسيح جناته وينهب على الصبر والسلوان واخر دعوانا للحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.